الصحة للتجار. واصحى يا دكتور مصر يا مجدة. واصحى يا دكتور مصر يا مجدة. واعرف دورك في الوردية الحرامية. تعبك رايح للحرامية. حد أدنى للقبور. للي ساكنين القبور. للي ساكنين القبور. خليك فاكر. الدكاترة عايزين كادر. الدكاترة عايزين كادر. الأطباء عمالة تشقى. الأطباء عمالة تشقى. والميزانية للعساكر. والميزانية للعساكر. وزارة الصحة نفسنا نقدم للمريض المصري خدمة صحية تليق بيه. نفسنا المريض المصري يبطل يهرب من مستشفيات وزارة الصحة ويروح يتعالج في المستشفيات أصحاب المصالح المستشفيات الخاصة. نفسنا نطبق السيارة الإلكترونية عشان نوفر على ميزانية وزارة الصحة ربع ميزانيتنا. نفسنا نطبق الاسم العلمي عشان نحل مشكلة ناقص الأدوية. عايزين اهتمام بشركات قطاع الأعمال. شركات قطاع الأعمال دي هي اسم المريض الفقير. شركات قطاع الأعمال هي اللي بتنتج للمريض الفقير الأدوية الرخيصة، الأدوية اللي ثمنها جنيه واتنين جنيه. الشركات دي لو انهارت المريض الفقير مش هيلاقي دواء، هيحصل عندنا مجاعة دوائية في مصر. احنا النهارده بنعمل إضراب لصالح كل مريض في مصر. الدكتور طاهر مختار عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء. النهارده منظمين مسيرة لأطباء وصيادلة وأطباء أسنان مصر. المسيرة دي من وزارة الصحة لمجلس الوزراء. رايحين نبلغ احتجاجنا وإن أطباء مصر خاطبين ومحتجين على رد فعل رئيس الوزراء على لجنة التفاوض المشكلة من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مصر. احنا مصممين ومصرين على استكمال الإضراب حتى تحقيق مطالبنا اللي هدفها إصلاح منظومة الصحة، هدفها تحسين أجر الفريق الطبي، هدفها إن المرضى تبطل تعاني وتبطل تموت، ومستشفيات الصحة اللي أصبحت خرابات أكتر منها مستشفيات. دكتور يحيى عبد الشافي أخصائي روماتيزم ومفاصل. أنا نازل النهاردة أطالب بالعدالة اللي احنا قمنا بيها عشانها بثورة. احنا عندنا ثروات، عندنا نباتات طبية. النباتات الطبية دي لو احنا استغليناها كدولة واستخدامها بسيط جدا، تكنولوجيا بسيطة جدا، هتوفر علينا مليارات من اللي احنا بالأدوية اللي بنستوردها من بره. احنا مصر أغنى دولة في العالم. الدكتور المصري يعني 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 مهان، لا يمكن يعالج. هيعالج ازاي وهو أساسا ما عندوش أساسيات العلاج لنفسه هو؟ الحكومة بتهرج، والحكومة عايشة في عالم افتراضي تاني وبتتبع نفس مسلك الإخوان. وعشان كده إن استمرت في هذا المنهج هي ساقطة إن شاء الله. الثورة لا يمكن تنتهي إلا إذا حققت أهدافها كلها. الحكومة بتتغافل عن مطالب الطبيب ومطالب المريض. أنا مش نازل النهاردة عشان الراتب لي، أنا نازل النهاردة عشان المريض ياخد حقه، أعرف أعالجه، الاقي السرنج اديله بيها يعني اديله بيها دواء. مهما تتعب مهما تشقى، مهما تتعب مهما تشقى، علاج مجاني للمريض، علاج مجاني. يشكك في وطنيتنا او ايماننا ببلدنا وايماننا بحق المواطن المصري في العلاج المجاني الحقيقي مش الوهمي اللي بيحصل حاليا. بنطالب سيد رئيس الوزراء بالنظر وعدم تسييس قضيتنا وعدم الطعن في وطنيتنا. والاعلام اوعى حد يجي ناحيه وطنيه الناس اللي ماتت في 73. الأطباء والصيادلة ماتوا في 73 وماتوا في 2014 وممكن يموتوا في 2015 فداعا لاضطراب البلد دي.
لا احد يزايد على وطنية الصيادلة والاطباء البشريين والاسنان. نحن اولاد هذا الوطن، نحن معظمنا من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، نحن نعاني معاناة شديدة، مرتباتنا لا تكفي المواصلات، لا تكفي الافطار، اولادنا لا يجدوا حق العلاج المجاني، الاطباء والصيادلة لا يجدوا حق العلاج المجاني لهم في مستشفيات وزارة الصحة الا قريرا بقرار يحتاج لتفعيل. نحتاج لدعم في الدراسات العليا، نحتاج هيئة عليا للدواء تضمن خفض تكاليف العلاج للدولة. يا سيادة رئيس الوزراء، الاسم العلمي الكادر الطبي العادي الثاني، بنتكلم على مطالب مهنية وطنية شريفة، اول المستفيد بها هو المواطن المصري. نحن هنا لأجل المواطن المصري، لسنا من أجل طلبات مادية. كذب الإعلام، كذب الإعلام لو حب إنه يصور طلباتنا مادية. أنتم كاذبون، أنتم المسيسون، نحن الوطنيون، نحن المهنيون، نحن الأطباء والصيادلة، نحن شرف مصر، نحن نموت فداء لتراب مصر، ليس كلاما وليس مئات الألوف التي يخفضونها المذيعين والمذيعات. نحن نخفض 900 جنيه يا سيادة الإعلام المصري المحترم. نرجو عدم تسييس القضية، قضيتنا قضية وطنية، قضيتنا قضية عادلة. نكرر مهنية مهنية مهنية.